السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا اجمل متابعين ليا في الدنيا؟ النهاردة جايبة لكم وصفة جميلة جدا، على يعني ناس كتيرة جدا بعتالي وعايزة وصفة للحالات اللي عندها، لان فعلا حالات مهمة جدا ولازم، والفيديو ده مهم جدا ولازم كلنا نشوفه. الحالات اللي هي الاكتئاب والقلق والتوتر والارق وعدم النوم وعدم الاكل يعني ناس كتيرة جدا فعلا طلبت مني الوصفة دي وقالت لي شوفي لنا حاجة للعلاج ده، علاج الاكتئاب والتوتر وعدم النوم والحاجات دي كلها بتقرق الإنسان. النهاردة جايبين لكم وصفة جميلة جدا، وفعلا الوصفة دي مجربة، وصفة هايلة جدا، إن شاء الله جربوها، واللي هيجربها ويجيب نتيجة معاه يكتب لي في التعليقات ويقول لي. النهاردة عندنا زيت البابونج، زيت زهرة البابونج. الزيت ده ممتاز جدا، الزيت ده ممتاز جدا اهو، زيت زهرة البابونج، زيت ممتاز جدا، ومعانا زهرة البابونج نفسها. هقول لكم بيعمل ايه. الزيت ده يعني احنا هنشمه، مش هنحطه على شاي او على اي حاجة. الزيت ده بنفتح الازازة بناخد منه، بنفتح الازازة كده، بنفتح الازازة كده ونشم الزهر، الزيت ده نفسه بنشمه. الزيت ده فيه هرمون عندنا في جسمنا اسمه هرمون السعادة، فالزيت ده بيزود السعادة في جسمنا. زيت زهرة البابونج زيت ممتاز جدا، وكل انسان عنده اكتئاب او عنده توتر او عنده قلق او ما بينامش او عدم اكل او اي حاجة يستعمل الزيت ده يشمه. الزيت ده هنفتحه وهنشم منه شوية، مش يعني مش هنحطه على حاجة. زيت زهرة البابونج زيت ممتاز جدا، وهينفع، ينفع اي حد، يعني كبير او صغير او اي حد. كمان الزيت ده منه نقطتين او ثلاثة كده مع زيت جوز الهند، ولو عندنا اطفال ندلك بيهم جسمه، الطفل اللي ما بينامش وعنده ارق ندلك بيها جسمه ونشممه برضو من الزيت ده، زيت زهرة البابونج. زيت ممتاز جدا، زيت بيساعد على السعادة في المخ والجهاز العصبي، بيهدئ، بيعمل على انه مهدئ للجسم ومهدئ للاعصاب ومهدئ لأي حاجة في جسمنا. بيساعد على مرضى المفاصل، التدليك ندلك بيه المفاصل رجلينا. البابونج بقى عندنا هنا زهرة البابونج، هنجيب زهرة البابونج هناخد منها نص معلقة كده ونحط عليها المية المغلية. عاوزه اقول لكم حاجه، ان مفيش اعشاب يا جماعه بيتحط عليها اي حاجه، بس لو انسان مش قادر يشربها ممكن تحلى بالعسل. بنعملها كده وبنغطيها 10 دقايق كده وبنشربها. ممتاز جدا، الوصفه دي ممتازه جدا لكل الناس، للكبير والصغير. بتساعد على النوم، بتساعد على الراحه. بس هقول لكم كمان حاجة، ان الانسان ما يبقاش منطوي وقاعد لوحده، لازم الانسان يعيش في جو مع الناس، يخرج يتكلم مع الناس. الاسرة مفككة اصلا، يعني الاسرة بقت دلوقتي كل واحد قاعد لوحده وماسك التليفون بتاعه وقاعد مع نفسه كده، هو ده اللي بيسبب الاكتئاب وبيسبب المرض النفسي، عدم الخروج، عدم ان الانسان يبقى له صديق، بيبقى له صاحب، كل ده بيعمل على مرض الاكتئاب والتوتر
ويجيب الأعصاب. فاحنا مش عايزين كل ده يا جماعة، احنا عايزين لازم نبقوا مع بعضنا، ولازم تكلموا بعض، ولازم نعيشوا مع بعض ونروح لبعض ونيجي لبعض، علشان الإنسان حالته النفسية تبقى كويسة. زيت البابونج بنشمه، زيت البابونج يا جماعة بنشمه. أنا قلت كتير عشان محدش يقول لي انت جبت لنا ضرر. وزهرة البابونج بنشربها، الزهرة دي بنصفيها ونشربها، ممتازة جدا. واللي أول مرة يشوف قناة ناني محمد يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبشكر كل حبايبي من جميع أنحاء العالم، مش هقدر أذكر حد معين لأن كل الناس حبايبي وكل الناس إخواتي. وبشكر كل اللي بيبعت لي إن هو جرب أي عشبة وارتاح عليها. وما تنسونيش في الاشتراك في القناة، وأشوفكم في الوصفة الجاية.